قبل تقريبا على كاين السردين كاين لانشوا بحال دابا دخلت المرنوسه راه كاين الاقبال عليها، حتى هي كاين شويه الاثمنه في الحوت الابيض، كاين الاثمنه بحال الصول بحال الميرلون بحال راه الصول هذا السبت بانها ب 90 درهم للكيلو، واه على 90 درهم، الميرلا ب 80 درهم، مسكين الله يحسن له. هاد الحوايج تاع الحوت الابيض ولا بحال الكروفيت الكالامار الميرلون الصول هادشي كاع غالي، مسكين راك تعرف فين يمشي، يمشي للسردين الا كان شي لونشوا الا كان شي فواجو الا كان شي كروندير. يعني انا خويا شي يقول 15 سنه دابا غير بلاصه في سوق بودير كانوا عطاونا الحوانت، الحوانت ما خدمولناش، مساكين تاع الضو نتاع الماء نتاع سلا حوايج دايرين لنا جوج، واه الماء ما كانش الضو ما كانش، راه هادو هما الحوايج الاساسيه نتاع الحانوت، الا الماء ما كانش واش غادي تقعد دير في الحانوت؟ حنا الحوت راك شايف خصو الماء الضو خصو الفريغويات، حنا كنشريو لا لا حنا كنطلعو لحتى الناظور، فهمت كيفاش؟ هو زايد عليك ليسونس زايد عليك الخدامه زايد عليك شلا حوايج، لو كان هنا الحوت غير هنا في وجده مثلا غادي ينقص عليك واحد النسبه حتى انت تنقص على الكليان. دروك حنا من غادي نجيبوه من الناظور زيد ليسونس زيد هادي زيد هادي ضروري غادي تزيد في الثمن، بحال مثلا الا الصندوق شريته مثلا 30000 فرنك غادي نخام عليك 35 ولا 37000 باش يوصل لك هنا، فهمت كيف؟ بحال انا والسيد عطاونا عطاونا حانوت لنفرض غدوه انا وياه نتناقش فين نحطو ولا فهمت، راه البنادم يوقع النقاش واش غادي كي نديرو لذاك الحانوت، واش هو يبيعهاك ولا نبيعهاك ولا فهمت كيفاش؟ هذا هو المشكل اللي عندنا في هذا السوق دروك، لا ما هو الماء ما كاينش الضو ما كاينش، وراك تعرف الحوت الحاجه الاساسيه هي الماء، بعدا حتى الضو نقولوا مالي الماء هو ضروري، هذا بينا نخدموا هنايا بالليله وبحانوتك وبخير الشرف يعني الماء الحس والماء ضروري ضروري الماء. مشينا عند صحابي الماء قال لك 6000 درهم باش ماشي باش يدخلوا الكونتير فيهم شي كريدي قديم تاع 6000 درهم، هذا المركب هنا فيهم كريدي في واه فهمت كيفاش؟ ما خلصوش هادو اللي كانوا هنا في الاول، كانوا شي جمعيه كنا دارفين الكافيه وجمعوا لنا الفلوس عطيناها لهم داوها ومشاو هربوا علينا وخلاونا حنا نتخبطوا، الجمعيه كان عندنا واحد الجمعيه قابلنا واحد جمعنا الفلوس قال لك غندخلكم الضو وعطيناها، كاين اللي عطاه 30 35 حتى 50000 عطاها وجمع واحد التقريبه ومشى فرط بهذا المشروع الراسو. الناس شاريه هنا ب 7 المليون ما عندهم لا علاقه لا بخضره لا بحوت لا حتى شي حتى بالتجاره بالعينو ونصبوا عليهم. كاين اللي شرا هنا 5 د الحوانت، تصور انت يشري 5 د الحوانت ب 7 7 7 7 يبيع الحانوت مثلا ب 6 ولا ب 7 ولا ب 8 ويدير كروسه وراه خدام برا. لو كان حاسبوا هذوك اللي باعوا اللي شرا في الاول حاسبوهم كتزير الحال ويرجعوا معنا للخط. هذا هو المشاكل اللي عندنا في سوق بودير. هادشي اللي كاين، هذا المشكل تاع الضو المشكل تاع الماء وهذا المشكل تاع جوج في الحانوت. انا نخرج الطابله ديالي منا هو يخرج الطابله ديالنا فين غادي نبيعو؟ هذا كيبيع حط الحر ولا كيبيع حط الحر، فهمتي كيفاش؟ فين غادي نبيعو؟ ماشي نتفاهموا. كاين حل واحد وهي الاولى يقطعوا الفوطه على الفوق، وثاني حاجه يزيروا السوق ودخلوا الماء ودخلوا الضوء ونقيو لنا السوق وندخلوا، عباره ما دخلناش، حنا لقينا السوق مهجور، بس ما نخرجوا الفوضى حنا برا، حتى حنا الشتا راه علينا برا، السمسه راه علينا برا، حنا بغينا ندخلوا لداخل صراحه نقولوها، نطلب مسؤولين يزيروا الفوضى الفوق وندخلوا لداخل، تمشي عند القايد هنا يقول لك اودي هضره، تمشي عند الخو يقول لك هضره، حنا بياعوا شرايه، على الطابله ديالي هي قدامه، واه حتى انا كنبيع الحوت الحر. لا كنجيب جميع السلعه كنجيبها انايا، جميع السلعه كنجيب كروفان نجيب ميرلان نجيب الصول نجيب الحوت الغالي ما بقاش اللي يوصل عندك هنا، الا ندخلوا نبيعوا لداخل بقى نشوف فيه كنخرجوا حتى حنا الفوضى، حنا الفوضى خدامين الفوضى. اخر كلمه المسؤولين اللي سمعوا هذا الفيديو هذا الله يرحمهم الوالدين يزيروا لنا غير الفوق الفوضى باش حنايا ننظموا راسنا ويجيو يصاوبوا لنا غير الماء والضو هنايا وندخلوا لداخل نخدموا والحمد لله داكشي اللي بغينا حنايا، ما بغينا مشاكل ما بغينا والو، حتى حنا ولاد الناس احنا الدومين ديالنا انا في الدومين ديالي انا 23 تاع الحوت، انا 23 تاع الحوت، انا الاول تاع بودير هنايا باش تعرفها. وسا خويا نهضروا نيشان انا خويا هضره نقيه، المسؤولين اللي مسمعونا يزوروا حنا مضرورين بزاف يزيروا الفوق باش حنا ندخلوا لداخل، حنا كنجيبوا الحوت الغالي الا كيما نقولوا نجيبوا الحوت الغالي، صندوق الكروفات كيدير 200000 فرنك، السور كيدير 200000 فرنك، بنجيبوا نخلوا الفوطه برا في السمش يلعب تلعب فيه السمش، لا حنا على الكليان ديالنا حنا كنتعاملوا مع الكليان صحاح، ندخلوا داخل اخويا البروده والماء والضو ديالنا داخل الحمد لله، محميين من الشمس، من الريح، منه، من كل شيء، والحمد لله هادشي اللي بغينا حنايا.